مساء القطايف واللطايف. بيبدأ فيلمنا مع سيارات الجيش اللي بيتمشوا في الصحراوي، وبيبقى توني ستارك موجود في سيارة منهم، وبيبقوا كل الجنود اللي معاه ساكتين، فبيقول لهم انا حاسس ان انتوا عايزين تقتلوني، وبيفكهم وبيخليهم يتكلموا معاه. ولكن اثناء كده بتنفجر السيارة امامهم بالظبط، وبيبدأ ضرب النار والقذائف في كل مكان، وبيخرج توني ستارك من السيارة وبيستخبى ورا صخرة، وقبل ما بيطلب المساعدة بيلاقي اترمى جنبه صاروخ من صناعة ستارك، وبينفجر الصاروخ جنب توني وبيترمي لورا، وبنشوف ان هو بينزل دم من صدره، وبنعرف ان بعض الشظايا دخلت فيه وبيغمى عليه. وبعد ما بيفوق بيلاقي نفسه وسط جماعه ارهابيه وبيصوروا فيديو، وبنرجع لورا 36 ساعه وبنعرف ان توني ستارك عبقري، وانه ابن صانع الاسلحه هوارد ستارك اللي بعد ما توفى سلم صديقه وهو بمركز رئيس الشركه لحد ما توني بقى عنده 21 سنه، وساعتها استلم منه مركز رئيس مجلس اداره مصانع ستارك، وانه دلوقتي بيصنع اسلحه اكتر تطور للجيش الامريكي. وبيجي لنا العقيد رودز وهو بيقدم توني عشان يستلم جايزة، ولكنه مش بيجي، وبيطلع اوبي على المسرح وبيستلم الجايزة نيابة عن توني. وبعدين بنروح لتوني اللي في اوتيل وبيلعب، وبيجيله العقيد رودز وبيسلمه الجايزة، ولكن توني مش بيبقى مهتم بسبب كتر الجوائز اللي عنده. وبعدين بيمشي رودز وبيقوله ما تتأخرش بكرة، وبيركب توني عربيته وبيروح لبيته. وبنشوفه تاني يوم وهو في المعمل، وبتخش عليه بيبر ووتس السكرتيرة بتاعته اللي بيبقى معجب بها جدا، وبتقوله انك المفروض تكون في الطيارة من ساعة ونص، ولكنه مش بيهتم لانها اصلا طيارته الخاصة. وبنشوف ستارك وهو بيوصل للطياره مع المساعد بتاعه هابي، وبيلاقي العقيد رودز مستنيه وبيبقى متضايق منه جدا، وبيركبوا الطياره وبيوصلوا للقاعده العسكريه، وبيخرج توني من الطياره وبيعرف الجنود على اقوى نظام صاروخ اخترعه، وان كل الدول هتخاف مننا، وبيقول لهم جربوا صاروخ منهم، وفعلا بيضربوا صاروخ واحد، وبيقول لهم اقدم لكم الصاروخ جيريكو، وبيقدر الصاروخ ان هو يدمر جبال بعيد عنهم بقوه رهيبه. وبعد ما بيسلمهم الصواريخ بيركب معاهم سياره، وبيحصل اللي حصل في اول الفيلم. وبعدين بنشوف توني وهو بيلاقي ناس بتفتح في صدره وبتعمل ليه عملية، وبعدين بيفوق بيلاقي نفسه جنب برية عربية متصلة بيه، ولما بيشيل الرباط من على صدره بيلاقي ان في قطعه حديديه في قلبه مربوطه بالبطاريه، وبيسال الشخص اللي قدامه وبيقول له انت عملت فيا ايه، فبيرد عليه وبيقول له ان انقذت حياتك، لان لما حصل الانفجار جنبك دخلت الشظايا لصدرك وكانت بتتعمق وبتقرب انها توصل لقلبك، فركبت ليك مغناطيس مربوط ببطاريه عربيه عشان يمنع الشظايا من الدخول لقلبك. وبعدين بيدخل عليهم زعيم الجماعه الارهابيه وبيقول لهم ان عايزك تعمل لنا الصاروخ جيريكو اللي كنت بتعرضه على الجيش، ولما بيرفض بيعذبوه. وبعدين بيقول رئيس الجماعه ان عندي كل اللي انت محتاجه، وكمان اللي ناقص تقدر تكلمني واجيبه لك، ولما تخلص تقدر ان انت تروح بيتك. ولكن بيستمر توني على الرفض، وبعدين بيروح الغرفه اللي مسجونين فيها وبيقول له الدكتور ينسن اللي معاه ان عندك اسبوع وبعدين غالبا هتموت، لان المغناطيس اللي انا مركبه ليك يعتبر حل بدائي. وبعدين بيوافق توني على عرض زعيم الجماعه وبيقول له كل المواد اللي عايزها، وفعلا بيجيبوها ليه، وبيبقوا بيراقبوه من خلال كاميرات المراقبه، ولكنه بدل ما بيعمل الصاروخ بيعمل مفاعل صغير عشان يمنع الشظايا من الدخول لقلبه، وساعتها يبقى عنده وقت اكتر من اسبوع. وبيقول توني للدكتور ينسن ان عندي في الشركه بتاعتي مفاعل في نفس قوته ولكن حجمه كبير جدا، وبيخطط توني معاه ان هم يعملوا رجل آلي عشان يهربوا من المكان. وبعدين بيلاحظ شخص ان هم مش بيعملوا الصاروخ اللي هم عايزينه، فبيدخل وبيقول لهم قدامكم لحد بكره، وبعد كده انتوا الاثنين هتتقتلوا. وبيشتغل توني وينسن باقوى ما عندهم عشان يكملوا الرجل الحديدي، وبعدين بيشوفهم نفس الرجل في الكاميرات ومش بيلاقي توني، فبيقول رجالته يروحوا يشوفوه، ولما بيفتحوا الباب بيقعوا في الفخ بسبب القنابل اللي حاططها ينسن وتوني ورا الباب، وبيموتوا وبيشوفهم الرجل وبيبعت رجاله تقتلهم. وبيبقى توني بيتجهز وبيكون جوه الرجل الحديدي، ولكن بيبقى في مؤقت عشان الرجل الحديدي يشتغل، فبيروح الدكتور ينسن للجماعه عشان يوفر له وقت، ولكنه بيلاقيهم كلهم امامه. الله يرحمك بقى. وبنشوف المؤقت وهو بيتم، وبيروحوا الرجاله لتوني، ولكنه بيجيب لهم الرجل الحديدي وبيقدر يضربهم. وفي طريقه لبره الكهف بيقابل العديد من الناس وبيقدر يتغلب عليهم، وبيلاقي الدكتور ينسن مصاب بطلقه وبيودعه وبيموت. وبيطلع بره وبيولع في الرجاله والاسلحه اللي معاهم، وبيبقى المكان هينفجر وبيطير في اخر لحظه، ولكنه بيقع في الصحراء وبيتدمر منه الرجل الحديدي. وبيفضل يمشي لحد ما بيجي له كذا هليكوبتر وبيطلع منها العقيد رودز وبينقذه. وبيرجع توني للمكان اللي اقلعت منه الطياره، وبيلاقي مساعده هابي والسكرتيره بتاعته بيبر مستنيينه، وبيروح للقاء صحفي وبيستقبله اوبي، وبيجي البيبر العامل فيل وبيقول لها ان هو من شعب خاصة
وان هو عاوز يستجوب توني ستارك على طريقة هروبه. وبعدين بنشوف توني وهو بيقول ان هو شاف الامريكيين بيتقتلوا عن طريق اسلحته وانه قرر يقفل مصانع ستارك، ولكن اوبي بيلغوش عليه وبيمشيه وبيقول للصحفيين ان توني رجع. وبعدين بيروح اوبي لتوني وبيحاول يعقله، ولكنه بيبقى مقتنع باللي قاله، وبيبقوا واقفين امام المفاعل الكبير وبيوري له توني المفاعل اللي قدر يعمله. وبعدين بنروح لبيبر اللي بينادي عليها تون عشان تساعده، وبيقول لها مد ايدك جوه المفاعل وخرجيه، وبعدها بتركب له المفاعل الجديد، ولما بتخلص بتقول له اعمل ايه في المفاعل القديم، وبيرد عليها توني وبيقول لها ارميه لانه ما عادش ليه لازمه. وبنروح لرودز اللي بيجي له توني وبيقول له انه بيشتغل على مشروع كبير، ولما بيقول له انه مش للجيش بيرد عليه رودز ويقول له ارجع لعقلك وفكر صح، وبعدين بيسيبه وبيمشي. وبنروح لتوني اللي في المعمل بتاعه وبيقول لمساعده الالكتروني جارفيس ان عايز اعمل مشروع وبيسميه مارك 2. وبنرجع للجماعه الارهابيه اللي بتلاقي الرجل الحديدي بتاع توني وبتجمعه تاني، وبنشوف توني اللي بيفضل يجرب الرجل الحديدي الجديد بتاعه، وبعد العديد من المحاولات بيقدر انه يطير. وبعدين بيلبس الرجل الحديدي وبيبقى معاه مساعده جارفيس اللي بيدي له معلومات عن كل حاجه، وبيبدا توني يجرب الرجل الحديدي بره المعمل بتاعه وبيفضل يطير لحد ارتفاع عالي جدا، فبيتجمد الرجل الحديدي منه وبيكون قرب من الارض، ولكن توني بيقدر في اخر لحظه ان هو يفك التلج من عليه ويكمل طيران. وبيرجع البيت تاني وبيلاقي ان بيبر سايباله المفاعل القديم كذكرى ليه، وبيروح تاني للجماعه الارهابيه اللي بتركب الرجل الحديدي اللي لقوه. وبنرجع لتوني اللي بيخلص تصنيع الرجل الحديدي بتاعه وبيسمع في الاخبار ان معمول حفل لدعم عائلات الاطفائيين، وبيسمع المذيعه وبتقول ان توني ستارك شكله بقى مختل بسبب صدمه اللي حصل فيه، وبيقول لجارفيس رش الرجل الحديدي باللون الاحمر. وبعدين بيروح الحفل وبيقابل اوبي اللي بيعمل لقاء صحفي، وبيقول له اوبي خليك عاقل عشان انا بحاول اقنع مركز الاداره تسيبك زي ما انت رئيس الشركه. وبعدين بيقابل فيل توني وبيقول له نفس اللي قاله البيبر، ولكنه بيوافق عشان يخلص منه ويمشي. وبتجي له صحفيه وبتقول له انك مش مسؤول، وبتوري له صور للجماعه الارهابيه وهي بتجمع اسلحه، وبتكون مكتوب عليها صناعه ستارك، وبيعرف ان الصور ديت كانت امبارح، وبيستغرب بسبب ان هو ما وافقش على اي شحنه. وبيروح لاوبي وبيقول له ان اللي عملته غلط والمفروض كنت تستشيرني، ولكنه بيرد عليه ويقول له ان انا كنت بحميك. وبعدين بيروح لتوني اللي بيسمع الاخبار عن الجماعه الارهابيه اللي بتذل الناس وتقتلهم، وبيجهز الرجل الحديد عشان يروح لهم، وبيوصل عندهم وبيمرجحهم واحد واحد، وبعدين بيدمر اسلحتهم. واثناء طيرانه بيروح لمركز القياده الخاصه بالحكومه الجويه اللي بيشوفوا جسم غريب على الرادار، ولكنهم مش بيقدروا يحددوه. وبيجي رودز وبيحس ان هو توني بسبب المشروع اللي كلمه عليه مره، فبيكلمه في التليفون ويقول له ان انا هنضرب جسم غريب بيطير في الجو. وفعلا بتيجي طيارتين لتوني وبيحاول يهرب منهم، ولكنه بالغلط بيخبط في جناح طياره وبتقع، وبيخرج منها الطياره، ولكن لحظه الاسود المظله مش بتتفتح فبيقدر ينقذه توني ويهرب. وبعدين بيتصل برودز وبيشكره، وبيجي لنا اوبي وهو بيسمع اخبار تدمير اسلحه توني اللي مع الجماعات الارهابيه، وبنلاحظ عليه ان هو بيكون متضايق جدا. وبنروح للجماعه الارهابيه اللي بيروح لهم اوبي، وبيقابل الراجل وبيقول له ان المفروض كنت تقتل توني. وبعدين بيساله عن الرجل الحديدي اللي لقوه، فبيوديه ليه وبيوريه له، وبيقول له ان توني عمل رجل حديدي اقوى منه بكتير، وان ممكن اديهولك هديه بس بعد ما تملك شركه ستارك تديني رجال حديديين كتير. وبيجي جنب ودنه وبيشغل جهاز بيسبب ليه شلل مؤقت، وبيقول له ان ده هيدوم ل 15 دقيقه بس، وبيسيبه وبيمشي، وبيقول لرجالته تقتل الجماعه الارهابيه. وبعدين بيتصل بحد وبيقول ان عايز نسخه مصغره من المفاعل اللي عندنا بسرعه. وبنروح لبيبر اللي بتدخل على توني المعمل، وبيقول لها عايزك تجيبي لي معلومات من الجهاز اللي في مكتبي عشان ساعتها اقدر اعرف فين مكان اسلحتي وادمرها. وبتوافق بيبر بعد ما بيقنعها ان مفيش حاجه وحشه هتحصل له، وفعلا بتروح وبتاخد المعلومات، ولكن بيدخل اوبي المكتب عليها وبتقدر انها تنقل المعلومات في اخر لحظه ومش بيقدر يلاحظها اوبي. وبتمشي من المكتب، ولكن اوبي بيروح للحاسوب وبيلاقي ان المعلومات اتنقلت، وبتلاقي بيبر فيل اللكاك وبيقول لها نفس اللي بيقوله كل مره، وبتقول له هنعمل اجتماع حالا لانها بتبقى خايفه من اوبي. وبيروح اوبي للمهندسين اللي قال لهم ان انا عايز نسخه مصغره من المفاعل عشان اشغل الرجل الالي، وبيكونوا ما قدروش يعملوه بسبب ان الموضوع صعب جدا، فبيتضايق جدا عليهم. وبيروح لتوني اللي بيرد على بيبر، ولكن بيجي اوبي من وراه وبيشغل في ودنه الجهاز اللي بيعمل شلل مؤقت، وبياخد منه المفاعل اللي بيحميه من الموت، وبيقول له يا ريتك كنت تشوف الرجل الحديدي اللي انا عملته لانه هيصدمك، وان كان نفسي بيبر تفضل بره الموضوع ولكنك هتضطر نقتلها. وبيمشي مع المفاعل بتاعه وبيسيبه. وبتتصل بيبر بالعقيد رودز وبتقول له ان اوبي ورا اللي بيحصل من الجماعات الارهابيه، وبتبقى مع العميل فيل. وبنروح لتوني اللي قرب يموت بسبب ان الشظايا قربت تدخل لقلبه، ولكنه بيلاقي المفاعل القديم اللي كانت بيبر سايباه للي الذكرى، وبيروح له زحف وبيقدر يركبه. وبنرجع لاوبي اللي بيركب المفاعل في الرجل الحديدي بتاعه وبيشتغل. وبنروح تاني لبيبر وبتبقى مع خمس عملاء عشان يروحوا يمسكوا اوبي، وفعلا بيخش
بيخشوا الشركة وبيسمعهم أوبي فبيجهز الرجل الحديد بتاعه، وفي نفس الوقت بيكون توني بيجهز الرجل الحديد الخاص بيه. وبنرجع للعملاء اللي بيخشوا على أوبي ولكنه بيبقى بيستخدم الرجل الحديد بتاعه وبيقدر يضربهم بسهولة. وبنرجع لتوني اللي بيقرب من بيبر وبيطلع لها أوبي من تحت الأرض وبيكون هيقتلها، ولكنه بيلحقها في آخر لحظة وبيضرب أوبي وبيقول له جارفيس إن طاقة الرجل الحديد بتاعك 19%. وبتدور خناقة ما بين توني وأوبي، ولكن أوبي بيبقى أقوى بكتير وبيبدأوا هما الاتنين يطيروا. وبيقول توني لجارفيس يوصله لأعلى ارتفاع يقدر عليه، ولكنه بيرد عليه وبيقوله إن طاقتك 15%، ولكن توني بيصر على قراره. وفعلا بيطير أوبي وراه، ولكنه أول ما بيمسكه بيتلج الرجل الحديد بتاعه وبيبدأ إن هو يقع. وبتقرب تنتهي بطارية الرجل الحديد الخاص بتوني، ولكنه بيقدر إن هو يهبط على سطح مبنى، ولكن بيتفاجئ إن أوبي بيبقى وراه. مفاجأة فوزي، وبيبدأوا يضربوا في بعض. وبيقدر يستخبى توني منه وبيقول لبيبر شغال المفاعل الكبير على أقوى طاقة عشان ينفجر. وبيهجم توني على أوبي من ورا وبيبوظ للرجل الحديد بتاعه. وبتقول بيبر لتوني طير من المبنى عشان هي جاهزة تشغل المفاعل على أقوى طاقة، ولكنه بيبقى عالق ومش عارف يطير بسبب تمكن أوبي منه. وبيقول توني ليها شغال المفاعل على أقوى طاقة دلوقتي، ولما بتضغط عليه بيتفجر وبيطير توني. وبياخد أوبي الشحنة كلها وبينطفي الرجل الحديد بتاعه وبيقع وبيتفجر المكان فيه وبيغمى على توني. وبيجي تاني يوم وبيكون توني كويس وبيقرا ان الاخبار سمت الرجل الحديد بتاعه ايرون مان. وبعدين بيجي له العميل فيل وبيقول له السيناريو اللي حصل عشان ما حدش يعرف ان هو ايرون مان. وبتشكره بيبر وبتساله عن الشعبه اللي هو فيها، وبيقول لها ان هو من منظمه شيلد. وبيقدم العقيد رودز توني عشان يتكلم، وبيبقى المفروض انه يقول اللي كتبه العميل فيل، ولكنه بيقول I am Iron Man. وبعدين بيروح توني للبيت بتاعه وبيلاقي راجل فيه وبيقول له ان هو مدير منظمة شيلد، وان هو هنا عشان يتكلم على مبادرة افنجرز. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم، وتعملوا فولو لصفحة فيلم على الطاير ولصفحة احمد سيد الاهل، لان هو اللي كتب الملخص واللي منتج الفيديو وسجله كمان. مفيش شابوه.